استعادت القوات المشتركة ست قرى جديدة غرب مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش قائد عمليات نينوى والفريق الركن عبد الأمير يار الله قال في بيان له إن قطاعات فرقة المشاة الخامسة عشر استعادت قرى الزرنوك وشيخ قرة العليا والمهافيف ودام سنجار وتل خيمة وبغلة غرب سلسلة جبال عطشانة ورفعت العلم العراقية فوقها